السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. المهم شباب، اليوم بعد الفيديو راح نلعب محاكي المزرعة، وخلينا نبلش بالفيديو ونحكي لكم بعض المعلومات المهمة. ما بحب المقدمات الطويلة اللي ما فيها جيم بلاي. ليتس جو. أنت راح تشوف الفيديو، ما بعرف، بس المهم ما لنا فيه. أهم نقطة راح أعلمكم إياها، في كثير ناس سألوني إيفنتس جدا كبير، عدد جدا كبير لمحاكي المزرعة، إن شاء الله راح أحط لكم كل أسبوع فيديو إلهام عشان يكونكم بعلم بهالموضوع. هذا راح تكون يا بنهاية الفيديو امتى تفاصيل الشغلات اللي بنحكي عنها او خلال الفيديو اللي بنحكي عنها. بس هلا في سؤال سالوني عنه كثير، انه كيف نضيف مودز. شايفين انتم كلمه مودز اللي دخلت عليها هي اللي رابع وحده، كلمه مودز تدخل عليها تختار المود اللي انت بدك اياه. مثلا نفرض مثلا على التعيين، تختار هذا المود بتقول له انستيل، وبعد ما تعمل له انستيل بتفوت عليه، بعدين تعمل له انستيل، بعد ما تعمل له انستيل تطفي اللعبه وتشغلها، بيجي المود عندك. هلا خلينا نفوت، وطبعا كل ما تدخل لازم بتثبت المودات كلها، تحط على إشارة صح بيلزمك هذا الاشي، وبعدين تعمل ستارت. تمام، هاي اهم اشي. رجعنا وصلنا على اللعبة. طبعا اليوم شو رح نعمل بهاي اللعبة؟ اكتر سؤال اكيد في واحد عم يخطر بالي، شو رح نعمل بهاللعبة؟ ما رح نعمل شي، رح نمسك في عندي كان مشروع اخر مرة كنا اخر شي، كان في عندنا مشروع، في عندنا عقود على اساس كنا بدنا ناخذ واحد نشتغل بالقطن، ونورجيكم شلون نشتغل بالقطن. طبعا هذا طالب انه نسرح نحرث للارض، ما وجه راسي معك. هذا ب 12000 قش وبطاطا، والله البطاطا طويله ما بدي، والله جاي عبالي نشتغل بالقطن. ايش رايكم؟ هذا بطاطا كمان، والله البطاطا علت قلبي يا شباب والله العظيم. هذا الطالب نشتغل بالقطن، وبالقطن هذا بالقطن. طب تمام، رح ناخذ العقد مع المعدات كاملة ورح ناخذهم. هذا الفيديو رح نعمل هذا الاشي بس، رح ناخذ العقد ونشوف المهمات اليومية وش في عنا شغلات يومية لازم نعملها لأرضنا، ونروح نشيك على الموضوع ونرجع. طبعا في شي حلو اشتريته عملته جدا حلو للحصن، عملته انه ركبت واحد يحاول يسوي لهم الرياضة بشكل يومي. هذا الماي لاف تبعي، شوفوا انه صار لحاله يعطيني 100%. هلا بس نمنا فقنا بنهاية الفيديو وفرجيكم شلون راح يعطيني لحاله يجدد. هون في ليم او في وود، هون 100% وود. طب تمام، بدنا ليم، معنا ماكينة ليم، لازم نشتري ماكينة ليم. مشكلة مصاري ما معنا كتير، 10000. تعال نشوف نشيك نقدر نشتري ماكينة الليم. هون في وود، بس تعال نشوف نقدر نشتري ماكينة الليم او تريلة الليم. 20000 والله والله غالية كتير يا معلم، صعب. يعني هي بدي اشتريها حقها 40000، صعب جدا حاليا اشتغل فيها. طيب نيسع كل حال، خلينا نروح، بما انه نحن عنا حاليا ما في اي شيء ناقص. البقر المي جريس يعني شوي توتر شوي ناقص، والله بنحاول نغطي مي. تمام، كله تمام، الحيوانات كل شغلنا تمام، المزرعة تمام، كل شيء تمام، بس بدنا نحط وود. بس خلال الود ما راح احط وود، احنا راح نروح على انتقل على الماكينات اللي اشترينا اللي اخذناها، مش راح نروح نسوي العقد. تمام، هذا وين العقد احنا مسكناه؟ الصوت الموسيقى والله بعيدة 24. طيب نيسا، طب خلينا نقرب هاي الماكينة هون. صفك انت هون، انزل، والله مرة بعيدة يا معلم 24. شو نروح له؟ روح هيك ننزل ونلف احسن شي. طب تمام، خلينا ناخذ هاي كمان. حطوا للعامل يتسوي لنا فولو مي. اي رايت رايت اف. تمام، يلا امشي. تمام، خلينا نبروك لجوا ونحكي لكم هلا ايش بدنا نسوي اخر المخططات، بانه نحن شهر رمضان. فصراحة انا ما طلبت منكم ولا مرة نجمع، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فتكفوا يعني، حاول انه نجمع لنا شوية حسنات بما انه نحن بعد الشهر الفضيل. فيا ريت هيك تعملوا لنا همتكم وتستغفروا الله، صلوا على سيدنا محمد كل واحد 100 مرة بس، ما بدنا اكثر. بعدين تفاعل الفيديوهات جدا بيض، يعني تخيلوا انا امبارحة، هاي النقطة هم كمان حب اشارككم فيها، امبارحة 2050 مشترك، يومين 2050، واحد بحط لايك، واحد بحط اشتراك والتاني يشيله، واحد بحط اشتراك والتاني يشيله، واحد بحط اشتراك وهذا الشيء يشترك، واحد بحط اشتراك وهذا الشيء بيشترك. ليش طبعا بتشيلوا اشتراك؟ ايش هو الشيء اللي مو عاجبكم حتى عم بتشيلوا الاشتراك عن القناة وانا عم بشيل باللوحات؟ ما هو الشيء الذي لا يعجبكم في القناة حتى عم بتشيلوا الاشتراكات؟ أخبروني فيه.
هاي نقطة جدا مهمة حابب أحكيها معكم. وبالنسبة لموضوع أي لا 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 عم تطمرت الأكينة راح نصي لا لو طلع مثل حكايتي والله طلع مثل ما أنا مشيت نيسا شو هاي كنا دنخ فيها نسيت يا زلمة. طبعا مشغل العامل كل روح خليه يستمر بالمشي. بارك الله فيك أيها العامل النشيط الواجب امسكات من كله الله يعطيك العافية يا الشوفير. شلون كان تمام هي هيك خلصنا نصف هذا هون نستنى خلي يخلص ننتقل للديرة ونشوف ايش الاخبار. طبعا هون صار عندي انا محطوطة خمسة ليش ايش في ليش. طيب تمام هلق بدنا نشتغل بالمبيد الحشري وين هو تبيت المبيدات ها هي تمام تعالي. بدنا نرش مبيد حشري الارض تمام تمام. وبالنسبه لموضوع بانه شفت في فانز كتير وين صار فتره انا ساحب على اللعبه فما شاء الله الفانز تبعينا بعتوا لي كتير كتير انه مشان اللعبه مشان نحكي على اللعبه. ما بعرف انتم لسه توصلتوا ولا سنه عم تشوفوني لما شفتوني ما بعرف انتم الفانز تبعها سكرتوا مشكله. المهم فالموضوع بدي احكي معكم بدي اقول لكم انا يوم تشوفوه مناسب انزل لكم بشكل يومي عن هاي اللعبه يعني ايش في شغلات هيك جديده شغلات جميله ممكن انزل لكم عنها انتو شو تحبوا. ايش كان هذا البي شو الشيء انتو شايفينه مناسب للعبه انزل لكم عنها او شو تحبوا مثلا احكي لكم عنها شو جاي على بالكم تسالوني عن اللعبه بحاول اجاوبكم عنه. بنحاول نعمل ناخذ عقود جديدة نشتري أراضي نعمل شغلات جديدة نعمل مودات. بس الأهم من هذا كله إنه تكتبوا لي أنتوا تشوفوا أي يوم مناسب لإلكم وشكلي أنا عم برش المبيد. فأنتوا شو هو اليوم تشوفوه أنتوا مناسب جدا لحتى نزل لكم عن اللعبة بشكل جدا كبير أو يعني خلاص إنه هذا اليوم خاص للعبة محاكي المزرعة. طبعا حسب ما يحطوا بالبرنامج يوم الاثنين اللي انتوا عم تشوفوا فيه يوم كل يوم اثنين رح ننزلكم محاكي المزرعة او يوم السبت انتوا حسب ما بدكم. انتوا شو اليوم تحبوا يوم السبت يكون تحبوا يوم نعم مش هذا تحبوا يكون يوم السبت وتحبوا يكون يوم اثنين. طبعا هذا اللي انا شايفه انه حسب البرنامج اللي حطه او اذا انتوا تحبوا يوم ثاني غير اليومين هذا اكتبوا لي تحت بالتعليقات مثلا انا يوم ورح اعمل لكم مثل استبيان اوضح لكم فيه شو هي الايام رح تكون فيها الالعاب. وكل يوم انا قررت نحط كل يوم له لعبه اي شوي شوي حجي شوي شوي عمو اول بالك مش مبسوط هيك. المهم كل يوم انا رح احط لكم للعبه مثلا كل يوم الساعه 6 بس لو خلال رمضان سويتها الساعه 2 انا شفت العالم ما بتيجي ما بتفضل ان يكون قبل الاذان وحسب توقيت كل دوله فيكون قبل الاذان بشوي فحاولت الفيديوهات للساعه 2 رح تصير تشوفوها بشكل يومي. هي اولا كسرنا الدنيا نحن. هاي اولا صارت الفيديوهات رح تنزل عليكم بشكل يومي الساعة 8 خلال شهر رمضان بس. الشغلة الثانية يوم السبت او اثنين اي يوم انتم بتحبوه يكون محاكي المزرعة بيكون عليه. هاي اولا وثانيا ايش قد تفضلوا تكون مدة الحلقة يعني تحبوا انه تكون 20 دقيقة تحبوا 15 دقيقة تحبوا 10 دقائق يعني انتم شو اكثر مدة ممكن تستمتعوا فيها بالمشاهدة حتى لو كان موضوع طويل. مثلا يوم نفرض نحكي اشتغل مثلا بالبطاطا مثلا او مثل امس الجريس اللي اشتغلت فيه يعني هو فعليا انا كان الفيديو كان معي شي ساعه مونتاج بس انا اختصرته تمام يعني حلقه كانت معي ساعه بس انا اختصرته اللي شفتوه انتم. فانتم شوفوا انتم ممكن كنت تتابعوا لكم دقيقه ممكن انتم تتابعوني فهذا الموضوع جدا مهم او شد ممكن تتحملوا انتم الفيديوهات تبعت محاكي المزرعه حتى اصير انزل لكم عليها وعلى هذا الضوء اقرر واوسع لكم واحاول انه اشتغل لكم عن هذا الموضوع انه شفت صار لي فتره ساحب عليها فشفت في تعليقات كثير اجتني كرمال محاكي المزرعه كثير واتوقع الناس عم تشيل اشتراكاتها كرمال محاكي المزرعه يعني فلذلك ارجو ان تجاوبوني على كل هالاسئله راح ارجع اعيد لكم اياها بشكل جدا سريع. اولا ما هي الايام المناسبه للمحاكي المزرعه؟ ثانيا الساعه المناسبه؟ ثالثا طبعا بايام شهر رمضان وبعد شهر رمضان. ثالثا المده المناسبه للمحاكي. رابعا هذا طبعا جواب اختياري انتم شو كنت تحبوا تجاوبوا عنه جاوبوا. شو هي المواضيع اللي تحبوا اشرح لكم عليها وفي شغلات ما لكم فهمانين نحاول نفهم لكم اياها عن طريق اللعبه ونلعبها وانا صراحه انا بستمتع فيها يعني وانا اول بفتحها بلعب يعني في شيء كثير تغيرات موجوده بالماب
انا بفتحها بلعبها 3 4 ساعات وبسكر، ما كتير اطول يعني. حتى قررت بالاخير حذفت المصاري كلها معي، رحت نزلت كم مود حتى يعني اشوف شنو المودات، لان مودات القطع بتيجي مع المودات ارخص من القطع اللي نشتريها من كان نزل ستاندر، في شويه اختلاف بس يعني مثل بعضها كتول. فانا معتمد على هذا الاشي ورحت نزلت كم مود وصرت العب، بس عم بلعب لحالي اوف لاين، حتى ما بسوي لا بث مباشر ولا اشي. صحيح صرت البث المباشر تعالوا على اليوتيوب على فيسبوك تحت صندوق الوصف رابط القناه، تعالوا تابعوني. اذا تحبوا كمان نعمل لكم بث مباشر على المزرعه نفوت مع بعض ونعملها اونلاين، هناك عم نسوي يعني الاعمال اليوميه اللي نعملها عنا بشكل يومي، ممكن تشارك فيها المواضيع هاي. طبعا هو مثل ما كنتم شايفين طلع الود وعمل رش سماد وبلشنا، بس هلا بس نرجع نرد نركب نرد نعبي المول عفوا مو السماد، هذا المضاد الحشري نرد نعبيه بالماكينة ونرد نرش الارض من اول وجديد، يعني حتى نروح الود، لان هون طلع الود هلا قبل شوي ما كان طالع. وبنفس الوقت نحن عم نشتغل هنيك بهذاك القسم عم نشتغل بالقطن. طبعا هذا الفيديو كان يعني مثل اعمال يومية ايش اعمل، يعني هو صراحة انا بدخل كل يومين ثلاثه مثل حكيت لكم، ادخل اشيك العب لي شوي ساعه ساعتين ثلاثه بكثير، يعني اذا كنت مالي الهوا مو جاي العب اونلاين او ما العب اي شيء فادخل هيك العب. بس ليش ما اصور ولا اعمل بث مباشر؟ لاني هيك بكون هيك حابب بس ادخل العب بس لحالي، يعني ماني حابب انه اصور. يعني حتى انتو يمكن الفيديوهات بتشوفوها انه انا عم بصورها مثلا بتشوفوا انه تفكروا انه بس عم بلعب وقت التصوير، خلصنا التصوير خلصنا العب، لا والله بلعب كثير خصوصا المزرعة بلعب كتير كتير بستمتع فيها بصراحة، خصوصا هيك وقت تمسك عقود وتمسك شغلات تتعلم شغلات، يعني بتوسع مدى ادراكك ومعرفتك بالزراعة بشكل عام. لذلك احب العبها دائما، يعني لحوالي بدخل بتسلى شوي فيها وبطلع. وبدنا همتكم مشان نوصل لعشرة الاف متابع، يعني بجد لازم نوصل لعشرة الاف حاج. صلنا سنة ونص عم نشتغل بالقناة، معقول هلا معنا 10,000 متابع؟ جد مو حرام، فلازم شوي همتكم يعني نوصل 10,000 متابع بجد صراحة. وهي عم بنزل لكم كل شي بدكم اياه، ليش ما تدعوا اصدقائكم؟ طب ليش ما تجوا على البث المباشر؟ ليش؟ جد يعني البث المباشر والله عم نستمتع كثير، الشباب يجوا بيعطوني تحديات اعملها افشل فيها، بيجوا بيعطوني تحدي ثاني ارد اعمله ارد افشل فيه، رد بيعطوني تحدي ثالث يعني هيك بترضاي برد بعمله برد افشل فيه، وان شاء الله دائما عم بفشل بالتحديات. بس يعني بلكي انتو تجوا بغير الموضوع، المهم اهم شيء انتو تجوا حتى نستمتع يعني بالبث المباشر اكثر. رابط القناه الصفحه تحت موجود له بصندوق الوصف. ولازم ننام، تقريبا قرب يخلص، اذا خلص رح انام وافيق واكمل هنيك اذا خلص يعني، انا ما راح اروح الا بالليل واشتغل واوصل ووجع راسي وهيك. خلينا نروح هذا، خلينا نشغل عمي بالليل وروح نشوف شو الوضع عنده. والله خلص حبيبنا، يلا خلي هذاك ضل شغال هون ونروح نوضي الحمل تبعه. هذا وين كان العقد تبعه؟ وين مكان التفريغ بده ياني؟ وين سبينيري وين هي سبينيري؟ نزول هيك روح هيك ايزي يعني، تمام. خلينا نعمل له كب، شايفين شلون يا حجي فنفن؟ ما انا كان بدي بالنهار تشوفوا شو عم تتفرغ، بس يلا صارت بالليل، تمام. ويقول العلماء انه لازم انا مصفي التريلا بظهرها وبعدين ننزل. وين هالتريلا؟ تمام حملنا القطن والله الطريق ساوي. تمام ساوي، روح هلا نروح على البيع، نركب جوا نروح فين؟ البيع، بيع ونرجع، بيع يابا يابا الحمد لله. روح صحيح بدنا نسمي هذا الفلاح الموجود هون معنا، هلا نشغل غمازات في
يوم مفرغ لازم تدخل فيه وننزل لهم القطن. طبعا هذا المكان بيع القطن نفسه ما هي الصوف، يعني هو المكان اللي بيشتري صوف واللي بيشتري قطن بيشتري كل شيء، هو محلم يعني. ما بعرف شو تسموها، تكون احنا مسميها بلهجتنا بلغتنا السوريين، عندنا السوريين اسمها محلج. حلو، هذا خلص الشغل بعد والله ننهي الفيديو. والله فكر تمام، ننزل باي باي، بنسلم العقد كولكت. اها والله في توعيد بطاطا، ايش رايكم ناخذ لكم اياها تبع البطاطا؟ طب خلينا ناخذ تبع البطاطا مع الايتمات تبعته هذول ايزي يعني مش عظيمه. هذه المعدات التي سوف تكون فيديو الغد ان شاء الله، او فيديو الجاي راح تكون، انتم راح تحددوا لي بالتعليقات راح تكتبوا لي. راح اكتفي لهذا القدر، نشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله الاسبوع القادم، وتحت بالتعليقات اكتبوا لي افضل يوم تشوفوا فيه المحاكي بالنسبه لكم، وافضل ساعه والمد افضل مده تشوفوها مناسبه جدا يعني للمشاهده، اكتبوا هذا كله الحكي بالتعليقات. وشكرا لكم لحسن المتابعه، وشكرا لكم صوت هاي الثانيه، ولا تنسونا بحسن الدعاء، ولا تنسونا بشهر رمضان لانه دعواتكم. وبس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.